مشاهدينا وينضم إلينا من بادوش غربي مدينة الموصل العميد خلف البدران قائد فرقة مغاوير النخبة في قوات الشرطة الاتحادية. عميد خلف أهلا بك معنا. يعني مع السيطرة على 60% من حي الزنجيلي والتوغل أيضا من عدة محاور باتجاه باب سنجار في المدينة القديمة من الموصل، أين وصلت قواتكم قوات الشرطة الاتحادية بعد هذا الكم من التقدم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بيك وبجميع المشاهدين الكرام. حقيقة منذ 3 أيام بدأت قوات الشرطة الاتحادية بالتقدم على منطقة الزنجيلي أو حي الزنجيلي، وحققنا انتصارات كبيرة واستطعنا أن نكسر خط الصد للعدو الذي يعتبر من أقوى خطوط الصد. يعني منطقة الزنجيلي هي مفتاح المنطقة القديمة، ولذلك حاول العدو أن يستقتل على هذه المنطقة. فالحمد لله والشكر قواتنا البطلة من الشرطة الاتحادية والرد السريع استطاعت أن تقتل كثير من الدواعش وتؤثر الكثير، خصوصا فرقتنا فرقة مغاوير النخبة استطاعت يوم أمس أن تؤثر 3 من كبار مستشاري أبو بكر البغدادي، من ضمنهم مستشار الأمني. ومعركة اليوم كانت معركة شرسة ولا نستغرب ذلك، لأن العدو يعتبرها من آخر معاقله، فحاول الاستقتال وكان القتال شديد بين الشوارع. بل وصلت الحالة اليوم أحد أمراء الأفواج فرقة النخبة يخبرني بأن القتال بين غرفة وغرفة بالرمال اليدوي. والحمد لله والشكر استطاعت قواتنا هزم العدو وكسر الطوق، وبذلك استطعنا أن نحرر كثير من العوائل. فيوم أمس اتجه نحونا 1000 شخص من العوائل، واستطعنا أن نخليهم من خلال الممرات الآمنة والحمد لله. ممتاز. طيب عميد خلف، أسألك عن جامع نوري، لماذا لحد الآن العمليات متوقفة في هذا المحور؟ يعني جامع النوري وذاردنا بالقياسات العسكرية يعتبر ساقط عسكرياً، باعتبار النار المباشرة تصل إلى جامع النوري، ولكن جامع النوري يقع في المدينة القديمة، والمنطقة القديمة مثل ما تعرفين حضرتك ويعرف المشاهد قام العدو بجعل هذه المنطقة وجعل المواطنين في هذه المنطقة دروع بشرية، ولذلك تكون العمليات بهذه المنطقة عمليات دقيقة ومتأنية وضمن خطة مدروسة جدا خوفا على العوائل. نعم، بعض الآثار وبعض البنى التحتية في هذه المنطقة. نعم، ردت أسألك عميد خلف عن البيان، بيان العمليات المشتركة نفت استخدامها للفوسفور في معارك تحرير الموصل، قنابل الفوسفور طبعا. يعني هل أنت تؤكد هذا الموضوع أم تنفي، علما أنه بالصور اللي شفناها يعني يمكن كان ما واضح، خاصة للي يعرفون أنه القنابل المطلقة هي فوسفور؟ يعني ما جاي اسمع سؤال حضرتك، ما جاي اسمع. يمكن انقطع الاتصال معك عميد خلف. على كل نكتفي بهذا القدر من المعلومات، أشكر حضورك معنا وإن شاء الله النصر القريب. كنت معنا من بادوش غربية مدينة الموصل العميد خلف البدران قائد فرقة مغاوير النخبة في قوات الشرطة الاتحادية.